آخر كلمات الطفل ريان في البئر قبل وفاته. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نصل بهذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب ريان ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع ريان. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. أوضح كمال خرباشي وهو مدرب كلاب محترف أن هذه السلوكيات غير غريبة على الكلاب، وهي الحيوانات التي تتميز بتعلق كبير بين من يربونها ويهتمون بها. وأكد أن العديد من الحوادث المماثلة أظهرت وفاء منقطع النظير من الكلاب، إذ أن بعضها أبدى حزنا شديدا وانهيارا عند دفن صاحبه. الكلاب كائنات عاطفية وحساسة، ويقول المتحدث مشددا على أن الكثير منها يدخل في حالة اكتئاب حاد، قد يصل إلى درجة الوفاة في حال فقدان صاحبه أو شخص يهتم به. وزاد أن تصرف هذا الكلب يعكس الحب الكبير الذي يكنه للطفل ريان، كما أنه يكشف العلاقة الجميلة التي كانت بين الاثنين. الكلاب لا يمكن أن تتعلق إلا بمن يحبها بصدق ويهتم بها بكل تفان، وهذا الأمر يعكس أخلاقا مميزة لدى الراحل ريان.